اهلا بحضراتكم من جديد، الاستاذ خليل المنيسي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالبوابه نيوز ضيفنا العزيز في حلقه النهارده. يا استاذ خليل ازيك؟ ازيك يا أخبارك إيه؟ امير، ونتمنى ان نقدم معلومات جديده لمشاهدي القناه النادي الاهلي والمشجع الاهلاوي، وان شاء الله نقدم وجبه يعني على كل على الساحه الرياضيه في مصر، سواء الدوري سواء النادي الاهلي سواء المنتخب الوطني. وانا سعيد جدا طبعا ظهوري في قناه النادي الاهلي. طبعا اهلا بك دائما. يعني لازم نتكلم في البدايه طبعا عن مباراه الامس وتالق النادي الاهلي وفوزه بنتيجه 4-0. انا عايز اخد تقييمك للمباراه الاول وبعد كده نتكلم عن مستر فيلر شويه. هو بص، الاهلي عنده هدف معين بالنسبه للدوري، ماشي في طريق، يعني هو حدد طريقه، 8 انتصارات متتاليه، اداء في ارتفاع مستمر، تكتيك عالي جدا، شخصيه مدير فني ظهرت بشكل سريع جدا على الاداء وعلى النتائج. اعتقد ان الفوز على الاتحاد السكندري خطوه مهمه في طريق الاهلي نحو الاحتفاظ بدرع الدوري. 8 انتصارات متتاليه، 23 هدف في الثمان مباريات، تستقبل هدف واحد، دي معدل كويس قوي. معدل الهجومي طبعا كويس جدا. في نفس الوقت ان الاهلي ممكن اي حد بيسجل، يعني المدافع بيسجل، الظهير بيسجل، لاعب الوسط بيسجل، الاجنحه، المهاجمين. فاعتقد ان في مرونه تكتيكيه جدا في اداء الفرقه. نتمنى طبعا ان تستمر خلال الفتره الجايه. طبعا كمان الاهلي في شهر ديسمبر كل مبارياته مكسب. اعتقد ان الاهلي في طريقه زي ما قلت ان يحتفظ بلقب الدوري. طبعا بطوله افريقيا، ممكن لو هنتكلم عن بطوله افريقيا هي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي هذا الموسم. بس قبل ما اتكلم عن بطوله افريقيا عشان نقفل ملف الدوري، انت شايف ان يعني بعض يقول لك المنافسه خلاص يعني كده واضحه، الاهلي يعني هو الاقرب كلام من ده، هل انت مع الكلام ده؟ هو الاقرب نسبيا كنتائج، كمعدل نتائج طبعا هو الاقرب والاوفر حظا، لكن المنافسه طبعا في الدوري صعبه جدا. في صعبه جدا، صعب ان انت تحافظ على القمه. اول الاهلي لما بيطلع القمه صعب انه يرجع، لكن طبعا في منافسين هيدخلوا معاك في الفتره الجايه. طبعا لسه 8 مباريات في الدوري بالنسبه للاهلي، في فرق لعبت 10 مباريات. اعتقد ان الاداء بالنسبه للنادي الاهلي الى حد ما ماشي في سكه الاحتفاظ بالدوري، لكن طبعا اكيد في مباريات طبعا كل ممكن تلعب فرق تعارض بمعنى الكلمه قدامك طريقه دفاعيه، لكن المهم ان يبقى عندك حلول. لكن المنافسه لسه بدري، يعني هو الاهلي بنسبه مثلا اقول لك 50%، خلينا 50% بالظبط، 50% الاهلي هيحتفظ بلقب الدوري، لكن طبعا في اكيد في احداث بتحصل، وفي متغيرات بتغير شكل الدوري طبعا، وبتغير النتائج. فاعتقد ان المنافسه لسه بدري على حسم لقب الدوري. طبعا في لسه الزمالك وفي بيراميدز اللي تراجع نتائجه في الفتره الاخيره واقاله سبستيان ديسابر. وطبعا الاسماعيلي. طبعا بص اقول لك على حاجه، مباريات الانديه الاهلي واسماعيلي، اهلي وزمالك، اهلي وبيراميدز، اهلي والاتحاد السكندري. طبعا الاتحاد السكندري بيقدم موسم ولا اروع مع الكابتن طلعت يوسف والجهاز الفني، فاعتقد المنافسه لسه بدري. المقاولين كمان سنه دي، والمقاولين طبعا مع الكابتن عماد النحاس، يعني اداء رائع جدا، وكسبوا الاسماعيلي 2-0، كسبوا الاسماعيلي 2-0 وتصدروا الدوري مؤقتا لحد لما الاهلي لعب. فاعتقد ان المنافسه هتبقى قويه، وشكل الدوري يعني السنه دي شايفين اكتر من فريق بينافس، يعني غير يعني بينافس على المراكز المتقدمه، المقاولين، بيراميدز، سموحه، الاتحاد السكندري. اعتقد ان الدوري هيبقى شكله كويس جدا، لكن في النهايه اعتقد ان الاهلي عارف طريقه للاحتفاظ بلقب الدوري. كويس. مباراه امبارح النتيجه مفاجاه بالنسبه لك، ولا خصوصا في ظل مستوى الاتحاد خلال الفتره اللي فاتت، ولا شايف ايه المعطيات اللي ادت للنتيجه دي؟ بص، هو اعتقد ان نقطه التحول كانت الكلام فايلر مع لعيبه الاهلي بين الشوطين، لان الاهلي الشوط الاول كان الاتحاد الى حد ما 50-50، بتزيد 2-2 للاهلي، بتزيد 1 للاتحاد، فالاداء كان متوازن الى حد ما في الشوط الاول. كذلك برضو كان في تسرع وليست سرعه من لعيبه الاهلي، تسرع في نقل الكوره، في انهاء بعض الهجمات.
فالقعده اللي بين الشوطين هي اللي هي حسم، وخصوصا كمان جون احمد الشيخ اللي جه في توقيت مهم جدا طبعا. لان الاتحاد كان بيلعب على اساس انه يخرج الشوط الاول متعادل، وبعد كده بقى الشوط الثاني بيلعب بقى بتكتيك الكابتن طلعت يوسف اللي بيقفل يعمل كماشه على المهاجمين وبيقفل وبيلعب على الهجمات المرتده اللي طبعا عندهم اكتر من لاعب يجدها. لكن الجون بتاع احمد الشيخ فتح الشوط الثاني، فجيش الجون الثاني والجون الثالث والرابع. فاعتقد ان الاهلي قدر يقرا المباراه كويس، فايلر قدر يقرا المباراه كويس. لعيب الشوط الثاني لازم مركزه جدا كلهم يعني بلا استثناء، حتى التغييرات كانت الى حد ما كويسه طبعا، في ظل ان انت بتلعب فريق قوي، هو المنافس ليك يعني. انت لو الاتحاد كسبك كان هو اللي هيتصدر الدوري طبعاً. فاعتقد ان المباراه كانت قويه جدا، الاهلي قدر ياخد اللي هو عايز من المباراه، فوز باربع اهداف، فدي حاجه كويسه جدا. استمرار ودفعه قويه للفريق، استمرار الانتصارات، 8 انتصارات متتاليه لم يخسر اي نقطه في الدوري، فدي يعني كان رد فعل كويس جدا بالنسبه للاعيبه الاهلي والجهاز الفني. فاعتقد ان الفتره الجايه طبعا الاهلي هيحاول يحافظ على الانتصارات واستمرار الانتصارات وتحقيق ارقام قياسيه بالنسبه للدوري، لان طبعا معروف ان الاهلي دايما هو صاحب الارقام القياسيه كلها في سواء الارقام الفرديه او الارقام اللعيبه والاجهزه الفنيه. فالمباراه كانت الى حد ما فنيا عاليه بالنسبه للنادي الاهلي، عارف يقرا فايلر، عارف يقرا المباراه كويس، وعارف يقرا المنافس كويس، وتعامل بمرونه تكتيكيه في التغييرات وفي التبديل. ده اللي هيخليني اسال حضرتك عن فايلر بقى، ومعايير تقييم المدير الفني بتبقى عباره عن ايه؟ هو بص، مبدئيا شخصيه المدير الفني هي اللي بتفرض نفسها على الشخصيه على الشخصيه طبعا. الشخصيه لما تبقى شخصيه قويه، لان طبعا انت بتتعامل مع 30 لاعب غير اللعيبه الشباب اللي بيصعدوا في الفرقه، غير بتتعامل مع وسائل اعلام، بتتعامل مع جهاز فني واداري، مع مشرف على الكوره. فاعتقد شخصيه المدير الفني هي اللي بتضع يعني تحطه في المكان اللي هو عايزها. فايلر شخصيته قويه رغم انه طبعا تعرض لحمله نقد كبيره جدا من وسائل الاعلام المصريه عندما اعلن الاهلي التعاقد مع فايلر. السي في بتاعه ضعيف جدا كله طبعا، حتى لو هو يمتلك سي في كويس هيقول لك السي في بتاعه كويس قليل، مش هو المدرب اللي يلبي طموحات جمهور الاهلي. حتى جمهور الاهلي نفسه في الاول كان عليه في علامات استفهام، لكن هو قدر يفرض شخصيته، دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا التدريب والعمل البدني والعمل الفني، الجمل التكتيكيه اللي بتحصل في التدريبات وفي المباريات، دي برضو لها تأثير بالنسبة للمدير الفني، وتحدد مقومات المدير الفني. وكمان في جزئية مهمة قوي، ان انت دلوقتي حتى رغم غيابات بعض اللاعبين ومنهم لاعبين مؤثرين جدا ابرزهم طبعا رمضان صبحي، لكن الاهلي بيكسب والاهلي بيأدي بشكل جيد، واضح ان مستر فايلر حاطط سيستم لعب للفريق والكل بيقدر يأديه. اكيد طبعا بالنسبه لموضوع الاساسي زي البديل دي حاجه كويسه جدا يعني. حاجه كويسه جدا، وخاصه ان انت بتنافس على اكتر من بطوله، وبتلعب افريقيا وتلعب دوري وكاس مصر ومباريات مضغوطه وجدول مضغوط. فاعتقد ان لما يبقى عندك بديل بنفس كفاءه اللاعب الاساسي بتبقى كويسه يعني. احنا شفنا احمد الشيخ بقاله موسمين من ساعه ما رجع الاهلي ما بيلعبش اساسي. لما خد فرصته بقى هو بقى نجم دلوقتي، وبيسجل وبيسد غياب رمضان صبحي، وعايز كمان مزيد من الماتشات. احمد الشيخ عنده امكانيات كويسه جدا. اكيد طبعا احمد الشيخ واحد من النجوم اللي ظهروا في الدوري المواسم اللي فاتت، بس هو ما كانش خد فرصته في الاهلي. طبعا بالنسبه اليو ديانج طبعا لعيب يمتلك كل مقومات لاعب الديفندر، اللي بيقرا الماتش في حاله الدفاع وفي حاله الهجوم. قدر طبعا يسد غياب حمدي فتحي، كان في تخوف كبير لما اصيب حمدي فتحي، لكن عود مشاركه اليو ديانج اساسي، حتى لما غاب السوليه قدر برضه يسد مكان في خط الوسط. رايك ايه ثنائيه السوليه وديانج امبارح؟ بصراحه يعني في تفاهم كبير جدا، لان طبعا زي ما قلت لك التدريب في تدريبات النادي الاهلي، انا في بعض الاوقات بحضر تدريبات النادي الاهلي، بشوف الجهاز الفني ازاي بيقسم اللعيبه، لعيبه الوسط بيقرا لهم خطط، وسواء التمريرات سواء في حاله الدفاع في حاله الهجوم. فاعتقد ان الثنائيات كتيره جدا يعني، ثنائيه السوليه وديانج، قبل كده كانت السوليه وحمدي فتحي، دي حاجه كويسه جدا يعني. لما
تشوف الجهاز الفني بيقسم التدريب على مثلا ثلاث اقسام، واحد بيمرن المدافعين، واحد بيمرن بتوع خط الوسط، وواحد بيمرن المهاجمين. فدي دي ده تكتيك بيتعامل معاه فايلر بالنسبه في التدريبات وبينفذه في المباريات، ودي دي ثنائيه اعتقد ان هي من ما شفناهاش من زمان يعني في عوضت ثنائيه السوليه وحمدي فتحي شويه. لا الى حد ما يعني حوالي بنسبه كبيره عوضت حمدي فتحي، لان طبعا مع الوقت مع الوقت هو يمكن السوليه مع اليو ديانج ما لعبوش كتير، يمكن ثلاث مباريات اللي لعبوا مع بعض، لان طبعا السوليه كان مصاب وكده. فاعتقد ان مع الوقت هتعوض غياب حمدي فتحي، وهنشوف اثنين في خط الوسط بيلعبوا بطريقه يعني احنا بنشوف جمل، بنشوف تمريرات جميله جدا بالنسبه في الاضافه لخط الهجوم. فاعتقد ان السوليه وآل ديانج يعني قادرين ان هم يعوضوا غياب حمدي فتحي، والخط الوسط الاهلي يعني بقى بشكل كبير كويس جدا، وحتى حتى في بديل ثالث اللي هو الكابتن حسام عاشور. طبعا حسام عاشور تاريخ بالنسبه للنادي الاهلي، فحتى لو اي حد غاب منهم لا قدر الله باصابه او ايقاف او كده، ففي بديل الكابتن حسام عاشور. طبعا حسام عاشور تاريخه وخبره ولاعيب مايسترو يعني قاري خط الوسط، فاعتقد ان خط وسط الاهلي بخير وبيقدم بقى اداء كويس جدا يعني. طب نتكلم شويه عن الصفقات، يعني الاهلي تعاقد مع كهربا خلاص رسمي، وفي اتجاه للتعاقد مع لاعب اخر، يعني ازاي يقدر كهربا يخش في منظومه مستر فايلر التكتيكيه وسيستم لعب النادي الاهلي من وجهه نظرك يعني؟ بص، هو كهربا لا خلاف عليه ان هو لعيب كبير جدا، لعيب عنده حلول فرديه، يمكن مش يعني حتى ظهرت الموسمين اللي فاتوا ما مش 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 عند حد كتير في الدوري المصري او في اللعيبه المصريين. طبعا طبعا طبعا. فاعتقد ان انضمامه للاهلي هتبقى اضافه كبيره جدا، بشرط ان هو طبعا يدخل في منظومه الفرقه بسرعه جدا، لان طبعا احنا شفنا بعض الصفقات جت للاهلي ما عرفتش تنسجم بسرعه. لكن اعتقد ان كهربا عقله وتوازنه، وخصوصا ان هو اختار برغبته ان هو يجي للنادي الاهلي، دي الفرقه، ان في بعض اللعيبه بيفوضهم الاهلي بيجوا للاهلي عشان 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 مثلا الاهلي هو الافضل بالنسبه ليهم. لكن هم مش في دماغهم، او ممكن حصلت ظروف ان هم ما لعبوش اساسيين. لا هو كان نفسه يجي الاهلي. كهربا كان حد موقفه من ساعه ما فسخ عقده مع الزمالك ان هو جاي الاهلي، راح اوروبا فتره معينه البرتغال، وبعد كده مصيره يعني توقيت تحديد رغبته للانضمام للنادي الاهلي دي الله اعلم بيها. ما اعرفش هو حدد امتى، هل بعد ما راح البرتغال قبل دي حاجه تخص اللاعب، لكن في كل الاحوال المهم ان هو لاعب في النادي الاهلي الفتره دي، واكيد هيبقى لاعب مهم واضافه كبيره لصفوف النادي الاهلي. اكيد طبعا هيبقى اضافه كبيره جدا. الحته دي يعني هو ممكن يبقى بديل رمضان صبحي، ممكن يلعب يتم يعني لعبه مثلا راس حربه زي ما كان بيلعب مع منتخب في بطوله امم افريقيا في الجابون بعد اصابه مروان محسن. انسب توليفه علشان نلاقي رمضان وكهربا في الملعب مع بعض من وجهه نظرك ممكن تكون ايه؟ ان كهربا يلعب راس حربه. راس حربه. راس حربه. بيجيد كهربا، وخصوصا ان احنا يعني كهربا بيجيد المراوغات، يعني عنده حسن تصرف في الهجمات، في لمحه بصر ممكن يجيب جون هيدرز او شمال او يمين. فكهربا ممكن يستغل نقطه التمريرات العرضيه، طبعا عندنا التمريرات الطوليه حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه، وفي طبعا الكرة العرضيه اذا كان من معلول او محمد هاني او احمد فتحي. فاعتقد ان افضل توظيف عشان يبقى كهربا ورمضان صبحي موجودين في الملعب يبقى رمضان صبحي جناح وكهربا راس حربه. طيب التحدي القادم هو التحدي الافريقي بالنسبه للنادي الاهلي، وهو اهم شيء بالنسبه للجمهور كمان الاهلاوي. مباراه بلاتينيوم ستارز، شايف اهميه هذه المباراه وكيفيه تعامل النادي الاهلي معها باذن الله يعني؟ بص، هو بلاتينيوم يعني اضعف حلقات المجموعه. يعني خسر على ارضه 3-0 من نجم الساحل الماتش اللي فات، وخسر قبل كده من الهلال السوداني 2-1، فهو اضعف حلقات الفريق. طبعا الاهلي اكيد يعني، لان بص اللي هيحسم المباريات التاهل في المجموعه نتائجك
الكبيره مع بلاتينيومز، لان بلاتينيومز زي ما بيقولوا هيبقى حصلت المجموعه كلها. فانت عندك اصعب ماتش بالنسبه ليك الهلال السوداني في السودان، اخر ماتش في المجموعه طبعا. ده لازم والنجم تروح والنجم هنا الى حد ما، بس انت بتلعب في ارضك والاهلي بشخصيته القويه جدا اكيد. طبعا نتائج المباريات دي بتعتمد على حاجات بسيطه يعني، لمسات بسيطه هي اللي بتحدد نتائج المباريات. لكن اصعب ماتش زي ما بقول لك، احنا لازم نروح بالنسبه للنادي الاهلي لازم يروح الهلال وهو السودان في الجوله الاخيره وهو متاهل رسمي، سواء اول مجموعه او حاسم بان يفوز الثلاث مباريات هنا وهناك على بلاتينيومز. يعني تبقى رايح وانت عندك اريحيه يعني. اكيد بتلعب باريحيه وتبقى داخل مباراه ما عندكش اي ضغوط. هتبقى الضغوط على فريق الهلال سواء لو انت كسبت مثلا الهلال النجم الساحلي هنا وتصدرت المجموعه وكسبت بلاتينيوم الماتشين، فاعتقد ان هتبقى في ضغوط على الهلال اكتر منك. طبعا ممكن تبقى عنده فرصه منافسه النجم الساحلي على بطاقه التاهل الثانيه. فاعتقد ان الاهلي بالنسبه لبطوله افريقيا زي ما قلت التحدي الاكبر بالنسبه لجمهور الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه الاهلي أكيد. والجهاز الفني هو التحدي الاكبر، لان هي البطوله الاهم والعوده لكاس العالم للانديه. فاعتقد ان مباراه بلاتينيوم يوم السبت ان شاء الله هتبقى مباراه مهمه جدا. لازم تبقى هيبقى يعني برضو في نفس الجوله مباراه النجم الساحلي والهلال في تونس. في تونس مباراه النجم الساحلي والهلال في تونس. دي برضو مباراه النجم الساحلي والهلال في تونس برضو يعني هتحدد الى حد ما ملامح المنافسه على المجموعه. يعني لو تحدد يعني الى حد ما، انا بقول لك بنسبه كبيره، لو النجم الساحلي دي كسب هيبقى 9 نقط يعني بنسبه 80% تاهل. الاهلي لو كسب الماتش ده يبقى 6 نقط. عنده مباراه الاياب مع بلاتينيوم. لو كسب يبقى يعني بشكل كبير هتبقى المنافسه بين الاهلي والنجم الساحلي على الاول والثاني. هتحسمها طبعا مباراه الجوله الاهلي والنجم اللي هي في الجوله الخامسه اللي قبل الاخيره. فاعتقد ان فايلر عامل حسابه وحاول برضو يدي لعيبه الفرقه راحه النهارده من التدريبات، عشان طبعا الضغوط والاجهاد والحاجات دي. اعتقد ان جمهور الاهلي برضو هيبقى ليه دور كبير أكيد في المباراه القادمه امام بلاتينيوم. اعتقد ان 10,000 متفرج هيبقوا بقى صوتهم ان شاء الله يزيدوا عن كده كمان، وان شاء الله نتمنى ان هم يزيدوا عن كده. نتمنى طبعا برضو التزام الجماهير بالتشجيع المثالي بالنسبه لعيبه الاهلي والجهاز الفني. فاعتقد ان الاهلي باذن الله قادر ان يكسب بنتيجه كويسه هنا. المنافسه ككل في البطوله بتشوفها ازاي في ظل مثلا ان فريق الترجي رغم ان هو مشى بعض اللاعبين لكن جاب لاعبين جامدين قوي وعامل قائمه قويه في الفريق، وقدروا ان هم في كاس العالم الانديه خسروا ماتش مثلا الاولاني بس كسبوا مثلا فريق زي 6-2. فبتشوف ازاي المنافسه بشكل عام سواء مع الترجي مازيمبي الكونغولي اكتر من الوداد. بص المنال يعني في فرق كبيره جدا بتنافس البطوله. الترجي طبعا في كاس العالم للانديه رغم زي ما قلت ان مشى اكتر من لاعب اساسي في الفريق، الا ان لا زال يمتلك برضو بعض اللعيبه القويه جدا. انيس البدري وتعاقد مع حمد الهون لعيب ليبي جناح على اعلى مستوى. لعيب يعني جاب 3 اهداف في كاس العالم، 3 اهداف في مباراه السد. في السد اللي هو من اقوى فرق قاره اسيا طبعا يعني. طبعا فاعتقد ان لما يكسب الترجي السد في مباراه تحديد المركز الخامس والسادس دي تدل عن ان الترجي يمتلك لعيبه مميزين جدا وما زال هو برضو احد المنافسين على اللقب الافريقي. زي ما قلت طبعا مازيمبي بالشكل الجديد وبالاداء الجديد اللي بيقدمه وفوز على الزمالك 3-0 برضو احد المنافسين. الوداد طبعا الزمالك كمان في البطوله والزمالك طبعا اكيد الزمالك يمتلك خبره كبيره جدا في البطوله وباتريس كالترون طبعا برضو يمتلك خبره كبيره في البطوله الافريقيه مع مازيمبي. فاعتقد ان الزمالك الرجاء والوداد طبعا من الفرق المنافسه. النجم الساحلي طبعا مع النادي الاهلي في المجموعه برضو احد المنافسين. طيب مستوى النادي الاهلي في بطوله الدوري هل ده ممكن يدي مؤشر ايجابي على النادي الاهلي او عن النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا ولا الموضوع مختلف؟ بص، هي المنافسه في بطوله دوري ابطال افريقيا بتبقى مختلفه الى حد ما عن الدوري. مختلفه الى حد ما. طبعا انت بتلعب فرق فيها لعيبه دوليين. انا قصدي ان احنا ممكن نحكم على مستوى الاهلي من خلال بطوله الدوري وبالتالي نتفائل بمستواه في بطوله دوري ابطال افريقيا ولا موضوع؟ اكيد لا اكيد طبعا اكيد. ما هو انت النتائج اللي بتقدمها في الدوري دليل على ان انت ماشي في طريق صح. عندك قوام اساسي وقوام من البدلاء هو نفس المستوى
نفس الامكانيات، دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا عندك لعيبه خبره بيقدروا يلعبوا ويتحملوا الضغوط بالنسبه لهم، ومدرب بيقدر يقرا المباريات بشكل جيد في الحقيقه. مدرب يعني مدرب لما عنده زي ما قلت مرونه تكتيكيه، لو ازاي بيلعب فريق بيدافع او ازاي بيلعب فريق بيهاجم. فانت انت عندك مدير فني بيقرا المباراه في بيقسمها، حتى انت بتشوف ان ممكن ربع ساعه بتبقى بتنقل كوره بشكل عادي، بتحاول تستهلك الفريق المنافس قدامك او تستهلك الوقت. في مثلا اخر ربع ساعه بتحاول تهاجم تغطي الجون بتاعك او اثنين او الثلاثه، ودي كويسه جدا. لياقه بدنيه طبعا لعيبه الاهلي بسم الله ما شاء الله، يعني في لياقه بدنيه عاليه جدا. بتبص تلاقي بيقسموا المباراه كل شوط لوحده، بيقسموا الجهد بتاعهم برضو. ده شغل لياقه بدنيه ومدرب احمال ومدير فني طبعا بيقدر يقرا المباراه وفقا للمنافس اللي قدامك. طيب متفائل بمسيره النادي الاهلي الافريقيه؟ شايف ان الاهلي ان شاء الله ممكن يرجع البطوله دي بعد غياب؟ اكيد طبعا متفائل. او طب ايه اللي ممكن ينقص النادي الاهلي في البطوله دي مثلا كعناصر كعناصر بالتالي يعني انا احنا عايزين اي حاجه نكسب بيها البطوله بصراحه، يعني قول لي اي حاجه كده نكسب بيها البطوله ان شاء الله. اي حاجه نكسب بيها البطوله ان شاء الله، بس تبقى في عداله تحكيميه بالنسبه للبطوله. حلو قوي، هي النقطه الاهم دي، لان طبعا احنا يعني ممكن الاهلي عانى في السنوات الماضيه من التحكيم الافريقي، في توجه ضد بعض الانديه في بطوله افريقيا منها النادي الاهلي. يعني في حكام بيديروا توجه. بص هقول لك على حاجه، الاتحاد الافريقي فيه كوارث بالنسبه في جميع والكل عارف، يعني في الاتحاد الافريقي فيه كوارث بتحصل في الاتحاد الافريقي في جميع اللجان. يعني والدليل على نهائي دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات بين الترجي والوداد قرارات كارثيه، ويعني ما حدش عارف الدنيا كانت رايحه ازاي. كل يعني قبل القرار النهائي كان بيقول الوداد خلاص هياخد البطوله، طلع قرار لجنه الانضباط والمسابقات بمنح الترجي البطوله. فاعتقد ان لازم يبقى في عداله تحكيميه، لازم يعني الاهلي من اول الانديه في افريقيا على المستوى الافريقي وعلى مستوى مصر اللي هو طلب تطبيق تقنيه الفار، لان دي مهمه جدا. يعني رغم المساوئ اللي الى حد ما ومتعه كره القدم، لكن دي مطبقه في كل في جميع الدوريات في العالم. حتى الدوريات العربيه بدات تطبق فيها والمسابقات الاسيويه بدات تطبق فيها. فاعتقد ان العداله التحكيميه هي هتبقى لها دور كبير جدا في فوز الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا. اتمنى ان بالنسبه للصفقات بالنسبه للنادي الاهلي رغم وجود عدد كبير من احنا، يعني اعتقد ان المهاجم قائمه مميزه في الحقيقه عندنا في الاهلي. يعني طبعا انا زي ما قلت من الاول ان الاساسي زي البديل، ما فيش فرق. يعني احنا شفنا لما لعب اليو ديانج، لما لعب محمد هاني، لما لعب ايمن اشرف في قلب الدفاع، غياب محمود متولي واحمد الشيخ يعني في اكتر من لاعب ممكن يجيد نفس دور اللاعب الاساسي. نتمنى ان طبعا لجنه التخطيط بتقوم بدور كبير جدا بالنسبه للصفقات او التعاقدات او حتى التعاقد مع المدير الفني. فاعتقد ان الاهلي مش ناقصه الا التوفيق. كسبوا الرهان هم موضوع المدير الفني، اكيد طبعا كسبوا الرهان مع المدير الفني، وكسبوا الرهان برضو بالنسبه للصفقات برضو. يعني حتى الصفقات اللي بدات الموسم او التعاقد مع محمود كهربا، دي حاجه كويسه جدا. نتمنى ان الصفقه الجديده الثانيه اللي في تكتم، يعني ميزه النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره دي ان في تكتم، بيودي وسائل الاعلام في ناحيه وفي الاخر بيجيب حاجه غير يعني متوقع. ما كانش حد يفكر ان ده يحصل في الصفقه دي، يعني متوقع ان احنا نلاقي اسم مختلف غير اللي بنسمعه؟ بص عشان نبقى صريحين، يعني بعد تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ان في اكتر من لعيب اليكي، ان في مفاوضات، اعتقد ان الى حد ما مش هتخرج بعيد عن الاسماء اللي بنقول عليها. سواء في كمان مهاجم الاتحاد المنستيري، لعيب نيجيري اسمه انطونيو اوكوبوتو، ده مهاجم كويس جدا يعني، وبيلعب جناح برضو. اعتقد ان برضو ده في الصوره بالنسبه للمفاوضات. واليكي ممكن يكون ثالث بقى هو اللي يجي، يعني ممكن اللي محدش عارفه يعني ممكن يجي. فاعتقد ان القايمه الاهلي يمتلك قايمه قويه جدا. يعني زي ما قلت ان التوفيق في بطوله دوري ابطال افريقيا، التركيز، دعم الجماهير،
روح الفنه الحمراء ولعيبه الاهلي هي اللي هتبقى لها دور كبير ان شاء الله في استعاده لقب دوري ابطال افريقيا. طيب انا عايز اتكلم معاك شويه عن تقنيه الفار. هو النهارده معايا خبر يعني من اليوم السابع ان اتحاد الكره يطالب الانديه بالمشاركه ماديا لتطبيق الفار بالدوري. انت شايف طلب زي ده منطقي ولا صعب شويه؟ حتى لو يعني القيمه اللي هتدفع قليله يعني حتى لو القيمه اللي هتدفع لو حتى لو الانديه هتساهم في في القيمه دي، طب ما الانديه عندها ليها مستحقات بس المباريات وليها 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 مستحقات كتير عند اتحاد الكوره. فاعتقد ان القرار يعني حتى لو حتى يعني ممكن يكون اجتهاد من زميل صحفي الا لو اعلن عنه الاتحاد الكوره الرسمي. اعتقد ان تطبيق تقنيه الفار بقى يعني ضروره حتميه في الدوري. لازم ضرورة بصراحه حتمية. لا بصراحه يعني بنشوف اخطاء في جميع المباريات والجميع المنافسين، كل يعني الناس متضرره من الاخطاء كل طبعا الناس متضرره. فاعتقد ان تطبيق الفار بقى واجب مهم جدا على اتحاد الكوره. لازم يسعى حتى لو يعني من شهر او شهر ونص قالوا احنا بنتفق مع شركه ايطاليه، مره شركه المانيه، مره شركه اسبانيه لتطبيق تقنيه الفار. طب ما نطبق يعني الملاعب موجوده وكل حاجه يعني لازم تمشي في سكه عشان تبتعد عن الشبهات. شايف ممكن يطبق من خلال الدور الثاني ولا صعب؟ والله الى حد ما ممكن يعني الانديه هتوافق على ان هي تشارك ماديا. اعتقد مش خساره كبيره على الانديه يعني مش مبلغ كبير ان يطلب منك 250 الف جنيه ولا حاجه. زي ما قلت في الاول ان هو كان ممكن يخصمها من مستحقات الانديه يعني. بس هو بصراحه مش دور الانديه ان هي تدفع يعني. المفروض ده ملف يتحمله كله اكيد طبعا اتحاد الكوره هو المفروض هو في الى حد ما مفيش سيوله ماديه في بالنسبه لاتحاد الكوره. فهو اكيد النقطه دي بدات من خصوصا الانديه مش بتاخد كل حقوقها من اتحاد الكوره يعني عشان الانديه كمان تدفع اتحاد الكوره. ما انا بقول لك ما هي يعني في نسبه بس بتتقسم على الانديه. في الانديه برضو ليها مستحقات بس فضائيه ممكن بتاع السنه اللي فاتت لسه ليك مستحقات عند اتحاد الكوره. فاعتقد ان هو كان ممكن يطبق تقنيه الفار وبعد كده مثلا يقول لهم مثلا الاهلي عليه 250 الف جنيه او 300 الف جنيه والزمالك نفس القصه والاسماعيلي. فتقنيه الفار بقت ضروره بالنسبه للدوري الممتاز. طب عايز اتكلم شويه قبل ما نختم عن منتخب مصر والكابتن حسام البدري. شايف ازاي يقدر المنتخب يستفيد الاستفاده المطلوبه من مستوى النادي الاهلي حاليا؟ هو الكابتن حسام البدري يعني انا الله يكون في عونه هو وجهازه الفني. لان في ضغوط بعد التعادلين في اول جولتين في تصفيات امم افريقيا والخلافات اللي دبت اخيرا في الجهاز الفني المنتخب والكلام عن خلاف طارق مصطفى مع الكابتن حسام البدري امبارح الاثنين كانوا قاعدين جنب بعض في الحقيقه في المقصوره يعني بيتفرجوا على مباراه الاهلي والاتحاد يعني. ما هو هل قاعده جنب بعض دي مقصوده عشان يودوا يعني يوجهوا رساله؟ هي رساله موجهه للجمهور والراي العام والاعلام ان ما فيش مشاكل. لكن هو في مشاكل طبعا. نتمنى ان هي تخلص. نتمنى طبعا يعني. لان ده لمصلحه المنتخب طبعاً ان كله يزيل الخلافات وكله يتحد على قلب على قلب رجل واحد في الجهاز الفني للمنتخب. دي الاهم طبعا. انت عندك ارتباطات سواء في تصفيات بطوله افريقيا او في تصفيات كاس العالم. اعتقد ان الكابتن حسام البدري يعني انا هو طلب في تصريح غريب ان الدوري لازم عايز يوقف الدوري خلال اي فتره كده عشان يعمل معسكرات للمنتخب اللعيبه المحليين. مش منطقي جدا خصوصا ان هو نفسه اشتكى قبل كده يعني. هو اول واحد يعني بعد التعادل مع جزر القمر قال ان توقف الدوري كان سبب التعادل مع جزر القمر وكينيا في التصفيات. فانت دلوقتي بتطلب حاجه انت كنت رافضها يعني. ايه المبرر ان انت تطلب الاتحاد الكره هيوافق؟ لا الاتحاد الكره رفضا باتا هذا القرار. كمان اتحاد الكره يعني الفتره اللي فاتت الكابتن حسام البدري كان بيسافر كتير لكندا. اتكلم معاه الاستاذ عمرو الجنايني قال له يا ريت انت تبقى موجود وتحضر جميع المباريات يعني. انا حسام البدري بتهيألي اول مباراه يحضرها الاهلي في انا اول مره اشوفه امبارح بصراحه. لكن في كل الاحوال احنا اكيد نتمنى له كل التوفيق كابتن حسام البدري وجهازه المعاون، وان شاء الله يكونوا موفقين في التحديات كلها المهمه بالنسبه لمنتخب مصر. ده امر غايه في الاهميه. استاذ خليل انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا ليك وشكرا لمشاهدي القناه الاهلي، ونتمنى ان قدمنا وجبه كويسه جدا للمشاهدين. اكيد بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز في حلقه النهارده من كلام في الميديا الاستاذ خليل المنيسي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالبوابه نيوز. الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي فوز الامس على الاتحاد، لكن الاهم دايما التركيز في ما هو قادم. القادم ايه؟ ماتش بلاتينيوم يوم السبت الجاي باذن الله. الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، وهنفضل متابعين على مدار الاسبوع الجاي كل جديد يتعلق بالفريق الاول والنادي ككل خلال المرحله المقبله. دي كانت حلقتنا من
كلام في الميديا النهارده، بكره حلقه جديده باذن الله تعالى. الى اللقاء.